حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم التحيض قال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت فقال الحارث كذلك أفتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه أديت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني ما أخالف حسن أحمد بن الحجاج وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحجاج بن أرططة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت أو أعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فبلغ حديثه عمر رضي الله تعالى عنه فقال له خررت ، من يدك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تخبرنا به. حنى سريج بن النعمان قال: أخبرنا عباد عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوسٍ عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج أو أعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. فقال له عمر بن الخطاب: خررت من يديك. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تحدثني